بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ التدريب الخامس وهو الرسم الحر. نقوم بحذف كائن القط وندرج كائن من ثينكس. كائن القلم، نلاحظ هناك نوعين من الكائنات، نوع عليه سكريبت بمعنى كود برمجي جاهز، وهناك نوع لا يوجد عليه أي مقطع برمجي. نقوم بإدراج القلم، هذا كود القلم. ثم من علامة تبويب المظاهر نذهب إلى تحرير ونضبط مركز المظهر بمعنى المكان الذي نريد أن يبدأ منه الرسم. طيب، نشغل البرنامج حاليا أو المشروع. نلاحظ هذا هو البرنامج، ولكن عند إيقاف المقطع البرمجي وتشغيله مرة أخرى فإن الرسم يبقى كما هو، فلا بد من بعض الإضافات على الكود ليصبح بشكل أفضل. ارفع القلم كما هو في الكتاب، امسح، ممكن تحديد اللون، اجعل اللون. طيب، نريد تغيير هذا اللون الافتراضي، مثلا وضع اللون الأسود. نضغط هنا ضغطة على اللون ونقوم باختيار اللون الأسود. الآن أصبح اللون أسود وحذفت الرسمة السابقة. هناك إضافة إثرائية جميلة بوضع مسح للرسم السابق، وذلك بمثلا عند الضغط على زر المسافة أو مفتاح المسافة تمسح الرسمات السابقة بطريقة سهلة جدا. نضغط عند الضغط على مفتاح أو عدة حروف، عدة مفاتيح، الأفضل اختيار المسافة منها. عند الضغط على مفتاح المسافة امسح. نجرب الآن المقطع البرمجي، عند الضغط على مسافة مسح. طب، هناك إضافة أيضا، يفضل دائما عند بدء العمل أن يكون الكائن في وسط المنصة ظاهر أمام الجميع، فنجعل الإحداثيات 0 0. إضافة إثرائية أخرى جميلة على المشروع أو على هذا التدريب، جعل المستخدم يختار اللون الذي يريد أن يرسم به. فنذهب إلى رسم كائن، نقوم برسم مثلا اللون، نقوم بتلوينه باللون الأصفر، هذا اللون الأول جاهز عندنا. ممكن مضاعفة الكائن وذلك للحفاظ على نفس الأبعاد ونفس الحجم، مضاعفة. أو الألوان اللي هي الدارجة دائما. من مظاهر تحرير نقوم بتلوينه باللون الأزرق، الأخضر. هذه الألوان جاهزة عندنا. بالنسبة للمسح، لابد من إعطاء ملاحظة للمستخدم هذا المشروع أو هذا البرنامج بأن زر المسافة أو مفتاح المسافة هو الذي يقوم بالمسح. فنكتب على المنصة، نذهب إلى المنصة من تحرير، نكتب نقوم بتصغير هذا الكلام لأنها مجرد ملاحظة في الأسفل، هكذا المنصة جاهزة. طبعا لابد من برمجة هذه الكائنات، مثلا اللون الأصفر، عند الضغط على اللون الأصفر عند نقر الكائن ماذا يحدث؟ يتغير لون القلم. طيب، لون القلم طبعا هو على المفترض على كائن القلم، فيفضل هنا استخدام البث، نسميه أصفر. إذا عند نقر الكائن بث. يمكن تكرار هذا الكود البرمجي أو المقطع البرمجي بطريقة سهلة جدا، وذلك بسحبه إلى الكائن الثاني ثم إلى الكائن الثالث ثم إلى الكائن الرابع. هذا مفيد جدا عند تشابه الأكواد،
هنا بالنسبة للأزرق فقد نكتب أزرق، رسالة بث نسميها أزرق، وعند الأخضر أخضر، وعند الأحمر أحمر. طيب هذه هي رسالة البث، نذهب إلى القلم ونبرمجه. إذن عند استلام الأحمر ماذا سيحدث؟ يتغير القلم إلى اللون الأحمر. كيف يمكن اختيار اللون الأحمر هنا؟ ممكن بالضغط ضغطة واحدة على اللون ثم الذهاب وانتقاء هذا اللون. ممكن مضاعفة هذا الكود، 1 2 3، وتغيير في كل مرة الأخضر الأزرق وأخيرا الأصفر. لنجرب الآن البرنامج، يمكن تجريبه من مكان آخر بالضغط على هذا الرمز، هذا اللون الافتراضي، عند الضغط على الأصفر يتحول اللون للأصفر، عند الضغط على الأزرق يتحول للأزرق، عند الضغط على الأخضر يتحول للأخضر، وأخيرا عند الضغط على الأحمر يتحول للأحمر. الضغط على زر المسافة يمسح كل الرسم. وهكذا انتهى شرحي لليوم.